طيب نروح نشوف المؤتمر الصحفي بعد المباراة ونشوف مستر كولر قال ايه. تقدمت المؤتمر الصحفي مباراة بين مازيمبي والنادي الاهلي وانتهى بتعادل 0-0. ايه مشاعرك بعد المباراة؟ كان مباراة صعبة جدا. كان جو حر جدا بالنسبة لنا. ولعبتنا عملت كل حاجة النهاردة. وكان في فرص للفريقين. والفرقتين كانوا ممكن يكسبوا مباراة النهاردة. Il y avait des occasions pour nous et il y avait aussi des occasions nettes pour TP Mazembe. Habe ich schon. Ich übersetze vom Deutschen direkt. Lucien Kaosi, je travaille pour la BBC. Est-ce qu'une mission accomplie pour vous quand on sait que depuis un certain moment, Mazembe gagne aussi à l'extérieur? معروف ان مازيمبي بيكسب بره ارضه، فان ايه رايك في كده؟ احنا عارفين من قبل المباراه دي ان المباراه ان هم ماتشين مش ماتش واحد، ومفيش ولا فريق جاب اهداف النهارده، وبالتالي الحسم هيكون في القاهره، وبالتاكيد مفيش اي حاجه اتحسمت لان كل فرقتين خرجوا بتعادل. هل انت سعيد بالتعادل؟ وكيف شايف ازاي ماتش العوده؟ انا عامه دايما عايز اكسب في اي مكان، عايز اجيب جوان دايما في اي ماتش بلعبه. لكن انا كمدرب عارف ان ده مش هقدر احققه في كل مباراه. لكن احنا النهارده اكيد شفنا فرقتين قويين جدا على ارض الملعب. وبالتالي لازم نكون الايام اللي جايه نستعد كويس جدا المباراه الجايه، الاول نريح من الارهاق الرهيب اللي احنا عملناه في الماتش ده، وبعدين نبدا نستعد للماتش ده ان احنا نكسب المباراه ونحقق ونجيب اهداف في مباراه العوده عشان نتاهل لقبل النهائي. هل انت سعيد بنتيجه المباراه وان الحارس بتاعك ما خدش جوان، وزعلان من المهاجمين ما جابتش جوان؟ الحارس المرمى وظيفته ان هو يمنع احراز اهداف علينا، دي شغلته، والنهارده عمل شغل كويس جدا. بالنسبه للمهاجمين للاسف احنا جالنا فرص كتير خطيره جدا النهارده واضعوها، اتمنى ان هم يعوضوا ده في ماتش العوده. Je pense que c'est l'exercice.
ايه تحليل ادائك للمباراه بعدها بعد المباراه دي هتحلله ازاي؟ اكيد في الطياره هبدا ان انا اتفرج على المباراه مره تانية اكتر من مره واستغل طول فتره الطيران وابدا اطلع اللقطات الكويسه الحاجات الكويسه اللي عملناها والحاجات اللي مش كويسه وابدا ان انا اتكلم مع الفرقه فيها. وهنقعد نتفرج على ماتشات تانية لمازيمبي وانا اتكلم مع محلل الاداء بتاعي ومع الجهاز الفني ونقعد نحلل كل الماتشات اللي هنتفرج عليها المازيمبي ونحاول ان احنا نتحضر كويس للمباراه القادمه ان شاء الله. شكرا.